لكن الشمسين من الليل لا. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من نواحي مدينه الدار البيضاء وبالضبط من السوق الاسبوعي دار بوعزه. وفي هذه اللحظات غادي نقربكم من الاثمنه ديال الحوال اللي موجودين الان في السوق. هاد الحولي غادي نتعرفوا على الثمن ديالو كما كتشوفوا تبارك الله، يعني راه كلشي الخير على اعينكم. السلام عليكم اسيدي، لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ شحال داير هاد الحولي اخويا؟ سبعة الاف درهم ولا ستة الاف درهم؟ مية وعشرين. سبعة الاف درهم؟ لا مية وعشرين. ستة الاف درهم؟ ستة الاف درهم. مية وعشرين الف ريال تبارك الله، يعني راه واخا 6000 درهم بالنسبه لهذا الحولي هذا. ايه واخا منين كيجي الشاري شحال كيقول لكم؟ الشاري باقي خايف دابا ما كاينش ياك، يعني ما كيزعموش الناس عليهم. ما كيزعموش دابا الناس، ما زعماش. واخا ندوزو للناس دابا، منين اكيد من بديتو في الصباح انتم كتبداو تبارك الله بكري ياك، هادشي عارفينو. منين كيجيو الناس شحال كيقولوا لكم الثمن اللي يقدروا يعطيو؟ 80 شي 90 شي 70. اييه كلشي يعطي 100. اها لكن 110 120 الناس مشاريع. بقى الناس مشاريع اغلبيه، بقى الناس مشاريع شحال كيصوموا زيد الصومه اصحاب الصومه شحال 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 شحال. يعني مازال الناس ما كيشريوش، ما كاينش اقبال من طرف الناس. اها كاين اللي كيعطيك وما يشريش. اها الدول الاشمينه دابا ما كاينش. واخا هاد الحولي هذا منين جبتوه دابا؟ من البروج. من البروج كيكون عندكم ترونسبور خاص بسميتو؟ مالو كيتركل؟ مالو مالو كيتركل؟ ما عجبوش الحال ولا ما ناشطش ولا ما واكلش؟ مع شادو. لا 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 واخا هضر هضروا لنا على الاغذيه اللي كتعطيوهم، الماكله اللي كتعطيو. عليكم السلام. ايه جبن مطحون. اها النخاله هي كنخلطوها معاها. ايه كنديروا العلب ديال بزاف. اها شنو اخر؟ الصباح كنعطيهم فاصه وفوره. انتم يعني كل نوع الماكله كتعطيهم يعني في كل واحد الوقت ديالو؟ ثلاثه مرات في النهار. كل نهار واخا قربنا خويا اها عافاك اخويا الله يرضي عليك، حنا كنهضروا مع السيد المكلف. قول لنا اخويا شنو كتعطيو؟ اييه اها اها واخا فاش كتلقاو صعوبة؟ الله يكون في عونك. يعني كتلقاو المشاكل في التغذية يعني في الأسعار ديالهم؟ واخا في نظرك دابا تبارك الله هذا داير 100 و120 ألف ريال تبارك الله، ماشي ساهل. يعني ماشي أي واحد غادي يقدر يزعم عليه، ماشي أي واحد غايجي يقول لك بسم الله، يعني تلقاو صعوبة. في نظرك شنو السبب ديال هذا الارتفاع هذا؟ لأنه 120 ألف ريال تبارك الله راه ما شريهاش، ما قليلة. علاش شنو السبب ديال هذه القلة هذه؟ علاش قليلة؟ الماكلة غالية. الماكلة غالية بزاف. شنو المواد ديال الماكلة اللي كتلقاو فيها الغلا بزاف؟ كلها غالية، كلشي الماكلة كاملة. ترونسبور كاملة 100 كيلو. واخا ترونسبور شحال كتخلصوا فيه؟ ترونسبور ردك من هنا لبروج الجابر، من هنا لبروج الجابر 3000 درهم. 3000 درهم من البرونج لهنا؟ ابار ماكلة ابار صاك ابار تقريبا راه النص ديال الحولية هذا. راه تجي معاه 50. دابا مثلا اليوم جبتهم من البروج ياك، شحال خسرتوا عليهم ديال ترونسبور؟ على 1000 ريال راس. 1000 راس 40000 ريال هذه ديال ترونسبور. الي وروتور؟ لا الي وروتور بوحديتها؟ لا روتور تنكون مقطوعه.
ما كيعجبوش البلاصه اللي جيناها كتخليهم غير هنايا واخا. وبالنسبه للاسواق الاسبوعيه واش كتكون في جميع الاسواق ولا غير هذا السوق؟ هاد السوال هنا في الصداره على المسلمين يعني كتكونوا في السوق كاملين؟ واخا منين كتجيبوا من داكشي كتلقاو صعوبات في السوق بالنسبه للمواطنين؟ باش غتشد معاد واحد كساب راه خصك معاه واحد جوج السوايع ولا كلاش مواطنين ان شاء الله الله يكون في العون يعني خصك تقنعهم خصك بزاف الحوايج بزاف راه الله يحسن العوان ان شاء الله مواطن راه بحالك العبد غالي ومواطن ان شاء الله بحالك تطلبوا من الله سبحانه وتعالى يدير الله يلاه يا رب. حنا كنشوفوا دابا اليوم الغنم راه ما كاينش يعني بزاف يعني كاين قليله قليله كتولد مره بالعام السلعه قليله دابا السلعه قليله الحوليه ما كايناش قليله ماشي الحوليه اختي مازال الاخرى كاين شويه الحوليه ما كايناش قليله كيذبحوها طاول الذبيحه الاغلبيه كتذبح اييه قلنا كتذبح كاين نقول لك كتذبح فيها الجميع ديال الحوليه الثمن اختي والله يكون في العون حتى المواطن يعني الثمن طالع بزاف ما كاين منخزن منك انا واخا كنبيعو نشري انا مواطن حنا هازين الضربه اختي واخا كنجيبو حنا ما كنبغوش الغلا اكيد راه سمحي لي حنا الغلا راه ضربني ذاك النهار واحد في السبيت حنا الغلا ما كندوي به والو دابا حنا بحال هكا شي نشرو بياسه هاد البياسه دي شي نشروها حنا اييه صارها بايام انا تصور فيها 300 درهم ولا شي حاجه قرو قرو انا داك الشيء لا القرو خويا عفاك القرو ما يبان اها اييه واخا دابا هادو معروضين للبيع ياك معروضين للبيع هذا وهذا نفس الثمن ياك الثمن 6000 درهم 6000 درهم 120 الف ريال يعني شي حاجه اللي اها هذا هو الثمن انتم اللي كتشوفوا مناسب ياه واخا سميتو غنسولكم على 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 سميتو على على الناس قلتي لي ملي كيسمعوا 6000 درهم كيخافوا ياك يعني كتلقاو صعوبه بزاف في هذا الشيء هذا انتم ككسابه ولا كبيعوا شرايه راه اكيد راه هذا هو الثمن اللي كتشوفوا كسابي وحيت راه عاوتاني كيشوف حتى هو شنو كاين واخا كيكون واخا يعني المواطنين كيقولوا راه غالي وداك الشيء ولكن راه بالنسبه لكم انتم ان شاء الله الماكله اللي غاليه الماكله العرف اللي غالي العرف يا ربي امين الله يجعل ربي يلطف الله يجعل ربي يلطف حيت راه هاد الغلا راه صعيب بزاف انه الناس تطلبوا من الله غير يكون شويه غير خبر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مشاهدينا شكرا لكم واخا كنت نقول لكم واش تقدروا تقولوا رقم التليفون بالنسبه للناس اللي بغاو يتقداو شي حولي ولا شي حاجه يتصلوا بكم اها ها انتم مشاهدينا بلاتي ها انتم مشاهدينا هذا هو الحولي تبارك الله داير 6000 درهم هنايا سوق اسبوعي ضرب عزه غادي نخلي لكم رقم التليفون ديال شحال يعني يتباع ب 94 96 حنا كنقولوا ب 6000 درهم ولكن الثمن ديالو 94 يقدر يتباع ب 94 96 ماكسيموم اللي عطيتك انا دابا واخا واخا دابا غادي تقول لنا رقم التليفون حيت دابا طالعين الناس كيشوفوكم بزاف في اللايف يقدروا يتواصلوا معكم حيت كاينين الناس اللي كيبغيو يشريو وكاينين بزاف الحوايج مرحبا اختي مرحبا صافي 06 اها قول لنا 06 اييه 21 اها 58 70 42 واخا عاودها لينا عافاك 06 21 58 70 42 عاودها لينا خويا مره اخرى 06 21 58 70 42 اذا متتبعينا الكرام كما شفتوا معنا في هذا البث المباشر كنا معكم مباشره من سوق الاسبوعي بدار بوعزه شفتوا معنا الحواله تبارك الله يعني كاين الخير في السوق غير السلعه مازال قليله هذا الحول اللي كتشوفوا داير 6000 درهم هو وهذا اخوه وهو وهذا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك خلينا لكم رقم التليفون ديالهم تقدروا تتواصلوا معاهم بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو الحواله ولا شي حاجه راه الخير موجود تبارك الله الى هنا كنقول لكم السلام عليكم مشاهدينا والى اللقاء امين